وينضم إلي عبر الهاتف السيد إلياس الباروني، أستاذ العلاقات الدولية. أهلا بك سيد إلياس. ما الذي يعنيه هذا الطلب الرسمي الآن من الحكومة الليبية لحليفتها تركيا؟ نعم أخي محمد، هذا نتيجة إطار التفاعل مع المذكرة التفاهم بين ليبيا وتركيا نتيجة العدوان السافر من قبل تنظيم الكامل الهادي تقوده دولة الإمارات والمملكة السعودية والأردن والعديد من الدول وآخرها الاتحاد الروسي متمثلة في المرتزقة. هذا يتطلب منا تفعيل اتفاقيات مع الدول الخمس الكبرى، سواء كانت الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، إيطاليا، وأيضا مؤخرا لجأت الحكومة الاتفاق الوطني إلى إبرام الاتفاق مع تركيا والارتباط معها بالتعاون الأمني والعسكري والاقتصادي، ومن هنا جاء هذا الطلب تنفيذا لإرادة المجتمع الليبي سواء كانت من حكومة الوفاق أو من أمراء المناطق الوسطى والغربية وأيضا حتى عمداء البلديات والأعيان والحكماء والمشايخ في ليبيا. رأوا أن التعاون مع تركيا لصد العدوان المتمثل في الروس الملحدين الآن يصدونا ويقاتلونا مع الطرف الآخر المعتدي المتمثل في تنظيم الكلام الإرهابي. نعم، بالتالي ما الذي يعني هذا الطلب الآن، وهل سنرى تغير الآن في المشهد الليبي بناء على هذا الطلب؟ نعم، نحن شهدنا منذ أيام حاول السيد طيب رجب أردوغان أن يوضح للرأي العام المحلي التركي بأن ليبيا قادمة، أن تركيا قادمة على نقطة تحول في المجال العسكري والانتقال للقوات التركية في أي لحظة عندما تستقبل طلب من حكومة الوفاق للوقوف مع ليبيا. ومن هنا الرأي العام المحلي التركي وأيضا الحزب الحاكم في تركيا والبرلمان الآن جاهزون للنظر في طلب هذا، طلب الحكومة للتدخل سواء كان بريا أو بحريا أو جويا. ومن هنا ننتظر يوم 8 و9 يناير، فهنا ينبغي الاستفادة من هذا التدخل، وهذا ليس تدخل بالأحرى وهو مع دولة مسلمة. الآن تركيا تمثل قوة، ثاني قوة في الحلف الأطلسي، وتعتبر قوة رادعة للعدوان وقوة رادعة لتنظيم الكرامة الإرهابية والإرهاب الدولي. الآن دي بتواجه قوة إقليمية ودولية تسعى بكل قوة لإنهاء مشروع الدولة أو دولة المساد ودولة القانون، وبالتالي الاستفادة من هذا الاتفاق فورا للتدخل وللتعاون جنبا إلى جنب إلى القوات المساردة والجيش الليبي الوطني. شكرا لك سيد إلياس الباروني، أستاذ العلاقات الدولية، كنت معي عبر الهاتف.